السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد البيتزا صغيورين ديال الدار، كيجيو زوينين، وغنصاوب لكم واحد الكيكه حتى هي كتجي رائعه، ومع واحد الحريره. الحريره حامضه اللي كنصاوبو كاملين بطريقتي كتجي بنينه. يلا تشوفوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير ديال هاد الوصفات اللي غنقدم لكم اليوم. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، كي دايرين مع الصحه؟ مبروك عواشركم باش ما كتمنوا ان شاء الله الله يدخلهم علينا وعليكم بالصحه وبالهنا وبالرزق وطول العمر واي حاجه كتمنوها. اليوم ان شاء الله نقدم لكم الحريره حامضه بالطريقه ديالي، كتجي زوينه وكتجي سهله وكتجي لذيذه. يلا تشوفوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير ديالها. عندي هنايا تقريبا واحد 3 ديال مطيشات واحد البصله اللي غنطحنهم ان شاء الله. عندي هنايا هذا العظمه ديال اللحم، ولا المهم القطعات، لكن دوك القطع ديال اللحم حتى هما صغار، يمكن لكم ديروهم حتى هذو اللي كيديروا البنه في الحريره. عندي هنايا الكرافس، وعندي قزبر ومعنس، وعندي الحمص اللي فزكتو. عندي هنايا الزعفران الحر درتو في واحد الكاس ديال المدافي. عندي معلقه كبيره ديال مطيشه الحب. عندي هنايا الشعريه، بغيتو ديروا رقيقه ولا كل واحد اش كيدير، المهم انا هذه طريقتي. عندي هنايا واحد معلقه ديال السمن وشويه ديال العدس. عندي هنايا بالنسبه للتوابل شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الملحه، الملحه ما غاديش نديرها كامله. عندي شويه ديال القرفه، وعندي شويه ديال الابزار، ومعلقه ديال الزعفران بلدي. هادشي اللي كنحتاجو، ونبداو ان شاء الله على بركة الله. هنايا غندير ديك البصله والمطيشه، غنطحنهم هنايا، وتقدروا تحكوهم. انا شحال خطره كنحكم، يعني مره اللي كندير هاد العمليه هادي، ولكن تاكد غير المهم غندير واحد شويه ديال الماء، ماشي بزاف، شويه ديال الماء غير تحليه فيها هكا، وغنسدها وغنطحن ان شاء الله. بسم الله، ما تعكسيش معايا ولا تحشمينيش. يلا صافي، ها هي تصاوبت. هنا غندير كلشي داك الشيء الطحان، غندير هنايا وغندير الكرافس والقزبر والمعنوس، غندير الخبز حتى هو، غندير التوابل كاملة، عندي داك الكاس ديال شوية ديال ومعلقة ديال السمن، ونديرو فوق البوطة،
هنا غندير شويه ديال الزيت الزيتون. هيا وغيتشحروا ليها ان شاء الله ونبلل بالماء الكافي اللي غطيب ليا فيه هاد العناصر كامله ونرجع معكم ان شاء الله. دابا غنسد ان شاء الله الكوك ديالي ونخلي هادشي كلشي يطيب ونرجع معكم. عندي هنا واحد المعلقه ديال الميدو كبيره ومعلقه ديال السنيده معمره وشويه ديال الملحه شويه ديال الزيت الزيتيه وشويه ديال الزعتر والدقيق اللي غادي نستعمله. المهم كميه ديال الدقيق اللي غادي نستعمل ان شاء الله نقولوا تقريبا ديك 300 غرام 350 غرام تقريبا ديال الدقيق. هذا الشيء اللي غادي نحط ان شاء الله في الكيس هذه غنعملها دابا ونرجع معكم ان شاء الله. الشحره الطويله والزبده حلوه ممكن شي حاجه غنصورها لكم ان شاء الله. هنا عندي لاصوص اللي غندير هي هنا عندي الحلوه ولا طوماط سوغيز ولا طوماط عاديه شويه ديال البصل شويه ديال الزعتر واحد المعلقه ديال مرطش الحب تقريبا جوج فصوص ديال الثومه ورقه سيدنا مستفتاه هي صافي. هادشي اللي غادي ندير وغنشحر هاد شويه ديال البزار شويه ديال الملحه وشويه ديال التكزيمه ماشي بزاف شويه ديال التحميره. دابا غنديرو ان شاء الله يتشحروا ديال فوق البوطو ونرجع معكم. شحر بزاف شحر مزيان من بعد غادي نطحنها ان شاء الله. هنا غنشحر البصلة ها هي الفلفله الحلوه ديالي مع البصله غنشحر شويه مع شويه ديال زيت العود وها هي لاصوص ديالي حتى هي ديال البيتزا ها هي اللي كتعقد ليا. انا غندير بيتزا تغا صغيورين كنسرحهم شويه ديال زيت العود وكنتقبهم كنديرهم غير شويه يتشدوا يشدوا شويه في الفران ومن بعد غندير عليهم لاصوص وندير عليهم هادشي كلشي اللي قلنا. هادي فلفله حلوه والبصله مشحرين في زيت العود والزيتون كحال هاد الزيتون هذا فرماج محكوك شويه ديال الكروفي شويه ديال السوريني اللي بغيتو نتوما ديروه ديروا. وهنا لاصوص اللي صاوبت معكم هي هذه هادي لا هادي ديال الحريره محتاجش لها ندير لها شي
هي البيتزا ديالي دابا غندخلها للفران غير شويه ونخرجها ان شاء الله. كان بالامكان نسرحها ونقطعها بالقطعه، ولكن انا درت دغيا هكا دغيا ما شدتش بزاف الوقت. كل واحد يدير الطريقه اللي كيرتاح فيها واللي كتجي سهله. انا كل مره كيفاش كنديرها، مره كنديرها كبيره مره نديرها صغيره على حسب. غنديرو خضر هكا يلا غيطيبو لداخل الفران. دابا غندخل ان شاء الله البيتزا ديالي ان شاء الله الفران ونرجع معاكم ان شاء الله. دابا انا عندي واحد شويه ديال الفريز غنحطها في الفريز المجمد ان شاء الله. هنا الليمون اللي نقات نقيتو نقات ليا بنتي الله يخليها ليا يا رب الله يخليكم. We'll be right back.
واحد الكيكه ساهله ماهله، عندي فيها هنايا واحد 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، واحد الكاس ديال العصير ديال الليمون الحامض، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، 3 ديال ليطرونش ديال الليمون او اكثر اللي بغيتو، واحد الساشيه ديال الفاني، قرصه ديال الملحه، قشور ديال الحامضه او ليمونه، وثلاثه ديال الساشيات ديال الفاني ديال الخميره ديال الحلوه. نبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو كلشي ان شاء الله في الميكسور. عندي 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، غادي واحد الساشيه ديال الفاني حتى هي معاهم، غنخلط. غندير دابا كاس ديال الزيت، كاس ديال الليمون والحامض، قشرة ديال الحامضة، قبصة ديال الملحة، ثلاثة ديال الليمونات، غندير واحد طانون ديال الفاني أو أي نكهة بغيتو، الخميره غنخليها هي الاخرانيه نقطع فيها هاد الحلوه، نخلط دابا هاد الخليط ديالي مزيان، غنخوي هاد الخليط ديالي هنايا وغنزيد عليه الدقيق والخميره. هنايا درت الخميره، غادي نزيد عليها الدقيق، ها هي الكيكه ديالنا، درت عليها واحد شويه ديال الكاكاو هكا مهرمش، غنديرها دابا ان شاء الله في الفران ونرجع لكم ان شاء الله ملي نطيبش عليها، غنتيح ونخليها طيب على خاطرها. شحال نقدر نشارك معكم، عندي بنانة، عندي واحد الحامضه مقطعه، عندي ما بارد، عندي ربعه ديال الليمونات مقطعين دواور محيده لهم داك العظم ديالهم والقشور ديالهم، ودابا ان شاء الله غنخلطهم بعد نصفيهم ونزيد القياس ديال السكر ديال السنيده كل واحد على حسب الذوق ديالو. ها هي الكيكه ديالنا، ملي نخرجتها كتجي زوينه وكتجي مفشفشه كما كيقولوا، والمين بيتزا ديالنا اللي صورنا ديال الدار كتجي حتى هي رائعه وبنينه، وبطبيعه الحال قريت واحد شويه الحوت، كلشي كيعرف تبارك الله يخليك الحوت، وهنا الحريره اللي صوبت معكم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بالطريقه اللي صوبتها بها، وبطبيعه الحال العصير اللي دائما كنشارك معكم راه كيجي زوين كيجي رائع. الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك ودير لنا اشتراك، وشكرا لكم بزاف بزاف من اعماق القلب، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. هاي الكيكه ديالنا انا كتجي زوينه، هذا بس سخونه بغيت نقطع لكم تشوفوا كيفاش كتجيك، وكتجي خفيفه، جربوها ان شاء الله راه غتعجبكم، ديك النكهه ديال الليمون وكتجي زوينه كتجي زوينه. يلا بالسلامه عليكم، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.